من الحمامة البيضاء مدينة تطوان، كرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من يوميات نجم الجهة. هاد الصباح التحقوا بنا مجموعة من الشباب كلهم طموح وشغف، باش نتعرفوا عليهم ونكتشفوا أجواء المسابقة نخليكم مع التفاصيل. في الساعات الأولى من الصباح فريق نجم الجهة كان في الموعد مع مواهب مدينة تطوان اللي لبوا الدعوة وجاوب كثافة باش يمثلوا مدينتهم. الطريقة في التعبير كتختلف من شخص لآخر وكتختلف باختلاف الموهبة، والهدف دائما واحد وهو إثبات الذات والتأهل للمراحل المقبلة. أمان 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 يا عيوني، الرضا والنور والصبايا الحور. معنا مشاركة اللي عاد خرجت من الكاستينج، نشوفوها كيفاش دوزت. كيفاش دازت الكاستينج؟ اي صافا مزيان، حتى لجنة تحكيم يعني كانت في المستوى وان شاء الله كانت منه الخير. شنو أديتي قدام لجنة التحكيم؟ أديت أغنية الفيروز لبيروت وأغنية لأم كلثوم الرضا والنور، وأيضا أغنية مغربية على شيخ زالي. وفاش حسيتي براسك أقوى، واش في الأغنية الأداء ديال الأغنية المغربية ولا الأغنية الشرقية؟ بحكم أنني يعني الميول ديالي أنا كان من الأغنية الشرقية، لكن على حسب رأي لجنة التحكيم فقال لي بأنني في المغربي حسن، يعني الانسان اللي كيسمع هو اللي كيقدر انه يكون رايي ديالو صحيح احسن مني انا. يعني حد موافق؟ ميرسي، شكرا، ربي يخليك. كلامين الوزارة، كلامين اليهود، عطفوا على الضعاف، بارك يا مدم. هكا دايره بلادي كلشي رجع فيها ملعوب، لا تيق على امانه كثرت النفاق الكذوب. باسم شباب هاد البلد نكتب هاد الرساله، حداق بين الحل والحال حل تحال. ومازال عشقك في البال. I've heard that you but better this is mine it was meant to be. مشاهدينا معنا الام ديال ضحى اللي جات تساندها اليوم في النهار ديال الكاستينج. نتعرفوا على ضحى من خلال الام ديالها، شنو يمكن لك تقولنا على ضحى؟ ضحى هي كيعجبها بالغناء الغربي وموهوبه خصوصا باللغه الانجليزيه من الصغر ديالها، وهي كتغني في الدار ودائما خصها توصل، دائما عندها اصرار انها تزيد القدام، والحمد لله كنشوف الموهبه ديالها ماشي مزيان. Party girls come to her, I can't feel anything. We I learn, I push it down, push it down. I'm the one for good times, calls, phones blowing up on my doorbell. I feel the love, I feel the love. ساعات الانتظار خلقت جو حميمي بين المشاركين، وكانت فرصة للتعارف فيما بينهم وفرصة أخرى للتركيز بالنسبة للبعض. كاب راديو من الشمال للجنوب. عيني قالت لا ترني، أنا سببك، أنا اللي شتو وجريت فاتب. لا تفكر يوم تلعب في حياتي، إنها ملهماتي في كل آن. وأنا ذكرى على مر الزمان. لا سبب تزعل وتجرح بالكلام، حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب ايه. لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حبيه.
حبي حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه التحق بنا في مقر الكاستينج بمدينة تطوان الفنان المغربي المتألق الأستاذ تامي الحرق. أجواء جميلة جدا تعبر على أن هناك إقبال كبير من الحمد لله من المتابعين كلهم، لا من ناحية الكوميديا ولا من غناء ولا من تنشيط، فهذا شيء جميل وكنشكركم عليه لأنكم كتساعدوا هاد المواهب تبان إن شاء الله وتظهر في المستقبل، ولكم الشكر دائما لأن هذا الشيء كيشرف دائما مدينة تطوان ولا الجهة كلها. شيء عادي أنني نكون يعني مخلوع قبل الكاستينغ، وكنتمنى أن تزول الخلعة الوقت فاش نكون كنلعب لو سكيتش ديالي. بخصوص الموضوع ديال لو سكيتش ديالي، هو البيرمي المغربي ومقارنته بالبيرمي الاوروبي. دابا لا سوغي اوتوماتيكمون ملي كتقول الانسان الاوروبي لا سوغي تتعني ليه لا غوشيرش، غاس على سوغي تيتحقق ليه الروشيرش. حنا الانسان المغربي ملي كتقول ليه لا سوغي كتعني ليه فوار في الدار. انا ما سمعت الكاستينغ حتى البارح وما بقاتش عندي، ما كانش عندي الوقت باش انني نبريباري السكيتشات ديالي لانني كاتبهم وباقي ما لعبتهمش، لانه كان واحد الواحد المده ديال يومين او ثلاث ايام ممكن غنكون احسن من هاد من كيف دزت دابا. والده جابت لي ساك قالت لي هاك واحد مزيان، قلت لها علاش؟ قالت لي انت شفتي ديك خيتي ما حداتي ساكاي بهدلتنا في المغرب، ما خصنا بوت بهديله يا اخرى. شبرت الساك وطلعت في الكار عطيتهم كريسو، وملي وصلت للمطع اللي خصني نمشي ليلو وانا نحشم قون كريسو عطيني ساك، كانوا يعني في مشكل ديال الوالد. مهم المهم انا تفكر هضره الوالده قالت لي حدي ساكك عندك تبهدلنا، ومشيت عنده برجوله قلت له عطيني ساكي. الحمد لله ما بهدلنيش ولكن فهمني غلط، بقى كيتشوف فيا قال لي اللحيه وداك الشيء. كنحيي الاصدقاء اللي نظموا هذه المسابقه ديال نجم الجهه، اللي صراحه اللي جهه الشمال يعني ناقصه 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 مثل هذه التظاهرات هذه، يعني وانا متاكد باللي كاين طاقات في الجهه ديالنا، كاين طاقات خصها غير مثل هذه المسابقات. كاينه طاقات وهذا الشيء اللي اكتشفناه في كل المدن اللي زرناها، ودور نجم الجهه يمد ليها يد المساعده باش تحقق حلمها وتخرج من الظل لعالم الاضواء. كتقلب وكتلقى شي لقطه ماشي هذيك، با كيشوف امك مو كتشوف، خصك كتشوف خالتك بنت خالتك كتشوف با كيشوف في القبص. ولدي شتي ديك القبص سنا صايبوه سنا صايبوه با داك الحق. انا جيت معطل شويه حقاش يعني ما كانش في راسي انني كاين واحد المسابقه يعني هنا في هذا الاوتيل. كنت في الدار اتصلوا بي قالوا لي يعني كاين هذه المسابقه، قلت لهم كنطلع نشارك، طلعت جبرت تسجيل سهله، قلت يعني ما عندي الزهر صافي ما نكمل شيء صافي. اللجنه بغات تعطيني فرصه كنشكرها بزاف. انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي. مشاهدينا وصلنا لنهاية اليوم الثالث من الكاستينج بمدينة تطوان، اليوم داز متعب، تعرفنا على مجموعة ديال المواهب في الغناء والكوميديا. كنضربكم موعد في اليوم الرابع من الكاستينج في مدينة الحسيمة. لا تفكر يوم تلعب فيه حياتي، حبيتك انت وكنت في القلب وغالي. لا تفكر يوم تلعب فيه حياتي، انا رفعتك فوق